من يراهن على القمع أمام إرادة الشعوب يخسر. وعدلة تجلت في مختلف الثورات والأزمنة، لا إرادة فوق إرادة الشعب. وأي شعب؟ إنه الشعب العراقي. يتعاظم أوار الثورة يوما بعد آخر، وتستمر عجلتها بالدوران لتسحق تحتها آمال الفاسدين وأحلام الطامعين بالسيطرة على العراق. لكم راهنت الحكومة على الوقت، فكان العراقيون أكثر صبرا وعزيمة وتضحية. من البصرة إلى ذي قار، ثم مرورا بميسان والقادسية، تستمر الاعتصامات والعصيان المدني والإضراب العام بإصرار يدهش السامع والرائي. أي روح يحمل أولئك الشباب العزل ليخرجوا كل يوم بتظاهرات حاشدة تقابلهم فيها الحكومة والميليشيات بالرصاص الحي، فترتقي كوكبة منهم كل يوم لتنير طريق من خلفها. صعودا باتجاه بغداد، لا يختلف المشهد كثيرا. النجف، كربلاء، بابل، واسط، رصاص حي وإحراق لخيام المعتصمين، وحملة شرسة تستهدف ناشطي التظاهرات. هذا من جانب الحكومة وميليشياتها. أما من جانب العراق فخيمة قد تحرق هناك لتنصب عشر هنا، وإن سيطرت الأجهزة الحكومية على جسر هنا فسيقطع آخر هناك. عامل الصدمة للحكومة مكان التظاهرات وانتشارها الواسع بعد أن راهنت زمنا طويلا على سكوت تلك المحافظات حتى ظن بها الرغد، فكانت غضبة الحليم. إذن لا حل سوى بالدم تقول الحكومة، ولا عودة قبل تحقيق أهداف الثورة، وعلى رأسها إسقاط النظام يؤكد المتظاهرون. ولطالما على صوت الشعوب، على صوت جلاديها.